اعزائي طبعا بقى كده لسه مكملين في سلسله رده الفعل عن اللاعبين، وقلت بقى كده اخش شويه في الاساطير كده اللي معظم الاجيال الجديده ما شافتهمش. قلت بقى كده ابتديها بزين الدين زيدان، واحد من اعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ الكوره، وفي كمان كده بعض الناس بتصنفه ان هو افضل لاعب جه في تاريخ الكوره، وبيقولوا كمان عليه افضل من ميسي ورونالدو. انا ما قلت كده اجيب لكم شويه مهارات واهداف عن زين الدين زيدان، ونشوف كده زمان كان بيعمل ايه. تعالى بقى نتفرج على فيديو مع بعضينا، بس طبعا بتدي مش تعمل لايك، يعني عايزك دلوقتي حالا تكسر لي زر لايك في السريع. لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكل بقى عليك فعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يلا عم تعالى نشوف زين الدين زيدان مع بعضينا. اول حاجه الكنترول قدام تقريبا منتخب البرتغال مع فرنسا. يا لعيب يا لعيب، عامه كان بيعمل حركه الدوران ديت بطريقه مرعبه بجد مرعبه. اوه يا ساتر طلعت بره في الاخر، يا لهوي على اسيست. يا ساتر على اللعيبه اللي بتقع، يا ساتر على اللعيبه اللي بتقع. زيدان تحسه كده كان ليه هيبته في الملعب، في الملعب كده تحسه لعيب هادي وراسي ورؤيه في الملعب. كان غريب بصراحه، كان غريب. طبعا ما دخلت على فيديو لايك سبسكرايب شير. اوه بو 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 بو. في ناس بتسحب. يا لعيب يا لعيب، بقول لك بيعمل حركه الدوران دي بالكره جميله قوي يا ولد. كريستيان كان عنده كنترول على الكره في حته تاني خالص. يا لعيب اوه اوه، لسه بقول لك عنده كنترول مرعب يا عاقل. انت عارف على حاجه، في ان هو كان هادي قوي على الكوره، لعيب تقيل وراسي. يا ساتر جون دوري الابطال هنا قدام رونالدو الظاهره، ده منتخب البرازيل قدام البرتغال ولويس فيجو. يا عيني يا عيني يا عيني على الكنترول بالفنت. لا 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 يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الكنترول بتاعه الشهير، بس كنترول بدوران ازاي؟ لا 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 كنترول. عاقل اوف 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 اوف. يا ساتر يخرب بيتك. لا 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 كان بيعمل حاجات غريبة بجد في الملعب، حاجات غريبة. عيني على الكنترول. الكرة جت في ايديه تقريبا هنا مع اليوفي. يا ولد يا ولد يا عاقل يا عاقل. لا ده هنا قبل اليوفي تقريبا، هنا ياما كان عنده شعر لسه. يا عيني يا عيني يا زيدان. لا 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 لا. كان غريب يا جدعان في الملعب، اقسم بالله كان مرعب في الملعب. الكرة بتاخد من رجليه ازاي ده فهمني بس، قدام لعيبه برشلونه تقريبا. لا مش برشلونه، انا عايز اعرف بجد الكرة بتاخد من رجليه ازاي، ما انا مش قادر افهم. الهدوء ده اللي كان فيه كان مرعب بجد. لعيب تقيل قوي على الكرة فاهم، تقيل تقيل جدا. عيني على الاسيست. اوه 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 قدام البرازيل برضو. يا
يا ساتر يا ساتر ساتر على الكنترول بالمراوغه بالفينش. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد دامبيور ويكر كاسياس. بس الكرة عنده سهلة قوي، سهلة سهلة قوي بجد يعني. بسم الله ما شاء الله بجد. عيني على الكنترول والاسيست. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. مين اللي ضيع الكرة دي؟ هنري تقريبا، تقريبا هنري على ما اعتقد يعني. يا جماعة بيمام الناس بطريقة غريبة. يا ساتر حلوة دي، تصدق حلوة 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 أوي كجملة يعني. نعم 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 الكرة على الفريق دي على فكرة قدام اي سي ميلان. برجل الشمال بالرجل العكسية بتاعته. لا لا كان غريب زيدان بجد، غريب قوي. بص لعيب تقيل قوي على الكورة، عارف انت اللعيبة اللي هو انا بعمل كل اللي انا عايزه بكل سهولة وبرده مش هتاخدها مني. لعيب تقيل جدا. لا لا كان غريب، ليه حق الناس تصنفه من احسن لاعبين جم في التاريخ، وفي ناس بتصنفه ان هو افضل لاعب جه في تاريخ الكوره. انت متخيل انا بقول لك ايه بجد؟ يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. فاولات كمان. عيني عيني على الفيرست تايم، يا عيني على الفيرست تايم. اه تحسه مستنيها هي خلاص نازله له. يا لا وعلى قعد ده، انت عارف قعد على ايه بقى؟ مش محتاجين نتكلم. اوه اللهم اني صايم. يا ولد لا 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 لا. فاولات ثابتة كمان بيلعب. اوه على الفيرست تايم يا جدعان. رجليه كانت صاروخ برضه يا عاقل على الاسيست. لا لا كان عاقل بطريقة غريبة بجد، غريبة غريبة. عارف انت اللعيبة اللي هي ما بت مش عارف ما بتغلطش او ما بيخرفش في الملعب او ما بيجلوش فتره كده ويخرف في لمساته او ايا كان. قدام البرازيل نهائي كاس عالم، بص بيعمل ايه قدام بوفن. سبانينكا بيعملها ازاي؟ يا عيني زيزو. عيني اوه لا 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 يا جماعه الناس اللي بتسحب دي بتسحب ازاي منه بجد. لا 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 وحشه 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 قوي. برجلي الشمال صاروخ.
عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. لا 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 بصراحة أنا قاعد مبسوط بالفيديو والله العظيم مبسوط. بص 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 انا بقول لك الكرة ما تاخدش من رجليه، تاخدها منه ازاي؟ عارف انت اللعيبه تحس الكرة لازقه في رجليهم، قريبه جدا برجليهم وباليمين وبالشمال شغال، هيرقصك ازاي؟ هيعمل فينت ازاي؟ هيشوط ازاي؟ هيعمل الدوران بتاعه ازاي؟ ما تفهمش. الهدوء بتاعه ده اللي مرعب بجد، اللي يخليك وانت داخل عليه كده مش عارف هيعمل ايه بجد. الستيج اوفر حتى بتاعته جميلة قوي يعني. خدها ازاي؟ بص خدها ازاي؟ يا عين يا عين يا عين يا عين، رجليه صاروخ برضه. يا عيني على الاسيست. واو واو واو، اللعيبه بتقع كده بكل سهوله بكل سهوله. يا عيني على الكنترول ده رونالدينيو. بس بقى فيديو جديد اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.